بيه تشتك ما برهينه داتينه شرطة غير زانينا مر بيه هبه يعني زانينا راهنه يا امرتهنه اكي غير بيه هبه سيدا تدبيني تدبير شكت الشيخة ها ايش من اوليك باشرق ويدا او كويدا عنوانه اشتراط اشتراط العلم بالمرهون به شرط يعني غير زانين بي هبه او تشتي كنت تي رهينه كرن او تشتي كنت با مرتهن غير بي خبردار تي كرني خبردار رجل غير هاي مرجع بشي اتشمال اتشبار تمام دارة كان ناكا فسا خرط با تمام تمام سكت الشيخان يعني بخاري شيء رافعي ونووي وغيرهما عن اشتراط كون المرهون به معلوما ايضا سكوت كنا نقول نقرا مرهون به معلوم بلي بل نقوتنا ايش كيف صار شيء خبر هذا؟ يعني باصا مرهون به معلوم بل مع الذكر مع ذكرهم اشتراط كون المضمون معلوما مضمون جرى معلوم به في الجديد قبل الجديد هما نقوتنا مرهون جرى معلوم به يعني او تشيك الضمانية بيتي تشيكرني او مال او سلميان قوتنا بيا معلوم به تشيك ملكة هنا ويجرى نقوتنا او مرهون جرى تمام يعني مثلا دينة لمنة أو يا مرهونة أو يا مضمونة مضمونة إجا أز دبردا مالكي بدمتا حيوانكي رهينة دين بالتا اوج الراهي مرهون به انا قلت انا قلبي معلوم ابدا معلوم شو ما بي انا معلوم معلوم قلت انا شكر مرهون به شكر شرطيته معلومته كما سياتي شو جنو ببول وهما متقاربان بهذو نيزي يمن مضمون مرهون به نيزي يمن وفي الكفاية يشترط ان يكون معلوما لهما يعني للراهن والمرتهن غير معلوم به يعني مرهون به جي جراهن ومرتهن را جرى معلوم به فلو لم يعلمه احدهما اجي يا راهن يا مرتهن نظام به لم يصح نصحيحه كما صرح به في الاستسقاء شو هذا كتابه استسقاء هذا بوتيك ويك جوان جي بي نظام به قفال قال الأسنوي أسنوي قوتية وفي الشرائط الأحكام وفي الشرائط الأحكام إجا أسنوي كتابة ويا في شرائط الأحكام قوتية لابن عبدان قال الأسنوي عبدان تمام وفي المعين لأبي خلف الطبري أولا جي عين وسا قوتية 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 الشرطة أجل معلوم بها أجل مرهون به جي معلوم بها مرهون به معلوم بها ويجوز مضمون معلومة مرهون به غير معلومة ويجوز بالدين رهن بعد الرهن رهن بعد يعني الدين تلمنا از رهينكي رهينكي لدن بالتا فهم دكي إجا از جبونا وي رهيني رهينك دين رهنا بعد الرهن كي دام يكدر يعني هفدرناخه تمام وهو كما لو رهنهما به معا دحب شيء لك ده ما سدين انت برا دحب شيء لك رهينة ده يا دحب عربة رهينة يا دفية كده بده يا كيف هدي بهرة بده عين يفرقنا شو هدي بهرة بده صارت الندبة تمام يكفي كده جدا تمام ولا يجوز ان يرهنه المرهون عنده بدين اخر في الجديد ندرس ان يرهنه
كرهينة بدا المرهون عنده أبي كرهينة الباوية بدين آخر مجد. يعني مثلا دين تلمنا من رهيناكي دين قد دايا باطا إجا دين يكي جلتايا تجي رابي وي رهينا من دي رهينا دين قد بدي جي كدني أو صنابة أزونا پری تل منه، فرقی نیست. پری تل منه، از رهینه دبرگیدان دینی خود از دمته. ایجا دینی یکی جلتای تجیوی رهینه دبرگیدان دینی کی داده دی یکی دنی. نه. خیلی مال خیلی مال خیلی مال دنده بلمنه ویسی دنیا ده عبارة. قبلا ولا يجوز ندرس أن يرهنه. كرهينة بدأ المرهون عنده أبي كرهينة البالتي دانينة كتوي ها إجا وي رهينة بدأ بدين آخر بدين كيدني في الجديد القول الجديد فيقول دبك أوابشي مثلا دين تلمنه دين تلمنه أز جبر دين تبا رهينة كي تطين مباطة دين يكي دنجل منه إجا أذكارم وي مالي كل من رهينة دانية باطة تك من رهينة وي ديني جي وي ديني دني ها ذبك ولا يجوز ان يرهنه تمام بجارين ان يجعله رهنا ويكشي بك الرهن تمام كرهنا تشجي المرهون كرهنا مرهون المرهون عنده او رهنوي مرهون للجميع كرهنوي مرهون المرهون أن يرهنه المرهون عنده المرهون عنده أي ولا يصح أن يرهن الراهن أن يرهن راهن كما خشى تمام تمام يرهن الراهن إذا رهن شك هو العين المرهونة تمام عين المرهونة بك رهنة دين الآخر بقرينة وكشي عين مرهونة المرهونة عنده بقرينة بك مرهن جباو أبيك مرهونة عنوية بدين آخر في الجديد الدينة كي بنيكا بك رهينة وينا يعني خويه هر دو دينة يكا يا آيرينة خويه هر دو دينة آيرينة سيدا يا آيرية وآيرية آيرينة باش خود شكا شوشد بني أنا دينة تلمنه سيدا سريخو بنيكا دينة تلمنه من رابو بدل دينة تدا من رهينة كي داني بالتا رهينة كي داني بالتا او رهينة كم داني بالتا از كارم تكم رهينة دينة كي دشي نكارم نكارم ها اندي او دينة تبا يا دينة يكي دبا فرقتنا يعني دجي كي دا كتوه دا گره داني بالرهينة تيه اندي توجه رهينة تيه بكي رهينة تشكي دني نام نابا 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 ويجوز في القديم أبي قول جديد قول قديم نقول تيه دبا كزيادة الرهن ويجوز في القديم تمام قول قديم كزيادة الرهن كزيادة الرهن اما كزيادة الرهن اتا في زيادة الرهن ويجوز في القديم بزيادة الرهن بزيادة الرهن شو بزيادة الرهن ويجوز في القديم كزيادة الرهن يبقى زيدابون الرهن يعني يعني جبار يعني اي اما مرهون يكه بزياده ويجوز في القديم بزياده ها 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 ثاني اقول حبك يك ولا حبك جاك مش كان تمام تمام شوا ازون شوا الرهن زياده دبا مرهون به زياده او شيء جات منك تقول كي برد حبا اما اقنينا وفرق الاول ابي اول فرق الأول. أو فرق الأول يعني قولي جديد فرقية وكذا يقولني بأن الزيادة في الرهني شغل فارغين. نوصى يعني شغل فارغين يعني أبيك ستي يعني مثلا
شو يعني؟ لأن زيادة في الرهن شغل فارغ يعني أم. تشكيك من زيادة تشكيك بهدنا رهينية. إيه. أو يعني كا بوش مشغولة كثيرة تنين. إيه. او اختار كو تأت رهن زيادة كي. لذي كو ما بوشة رهي توي تيني تشكي بتكي مشغول بكي بتش بتيني خط. أنا تشكي ما قريب. تشكي ما قريب. شغل فارغين او تشيكو بوشة تودي مشغول كيني بدين يعني مثلا ديني تلمنة ديني تلمنة ابيا والاي زمت مثلا ابيا نكا نكيلة يا والاي ايه او اختاركم من والاي ابي والاي نكا اختاركم من رهينة تب مشغولية بشي مشغولية بوي رهني وفي يعني مشغول بقى او رهينه يعني او رهينه تجريدان الوده يا وفي الديني شغل مشغولين والديني ده جيت بس شغله مشغول يعني بدي ان الزياده في الرهن زياده الرهن لو زياده الديني شغل مشغول من بأن زيادة في الرهن الشغل فارغ وفي الدين زيادة الدين داري الشغل مشغولين شغل بالي المشغولة ما مشغولي دا زيادة ترتك يعني هر دنيا بنيك هر دنيا يك أما رامي سايا نا نا يعني أبا أو كده بقى أبا زيادة زيادة بنا مرهونة بقى أبا الرهن نا بقى وقوله المرهونة أو بالنسبية ولا يجوز أن يرهنه المرهونة ولا من مرهونة من أو دبا مفعولة أبني أن يرهنه المرهونة أن يجعله ويتشي بقرينة المرهونة مفعول ثاني خش ولا يلزم الرهن ولا يلزم الرهن إلا ولا يلزم الرهن بنصة الرهن لازم ناي إلا بقبضه يعني كو حاطط النكي بني دستي خو او رهن نوكا بني كنترولات نوصى الا بقبض المرهون كائنا ممن يسرع عقده اي المرهون اي المرهون الا بقبضه ولا يلزم الرهن الا بقبضه المرهون اريد او قبضه او دميرها هيبه اللي تقالوا الا بقبضه اي المرهون كائنا ممن يسرع عقده يعني كيف يبرر به يعني أبيا قال كي خبرك تمام إيه عقده ويا رهني صعيبة قال أول خبرك يعني نورمال سبي خبرك نعم يعني مثلا أبي كديني ولتيا أبي كديني ولتيا أو تجبر بعد بعد ديني يبى الرهينة دي أو كاس قال يعني أهل بجبنا قبضه تمام أي ممن يسرع منه عقد الرهني أبيك عقد رهن جه صحيح قال أو بقدر. ويسحب منه القبض. ووجه. أي من يسحب منه عقد الرهن ويسحب منه القبض. أي من يسحب منه عقد الرهن يسحب منه القبض. تمام. وتجري فيه النيابة كالعقد. وتجري فيه النيابة كالعقد. دبكو. نائبك ايش خرا بقرا هاي كره بهذا الكلام يعني او شاغي او او كنفسه او يعني مرتهن يجي دقرا ويجد في النيابة ولا يلزم مراد الا بقصد المرهون لمن يسوع عقده تمام يعني كو تبرتين يخبى دقرا بعدين يخبط الجلاب وقبضه يستعيد يعني تركي بعقل غير نام وليدة نتلا ما نبي التفاهم ديك مزمونة مني وتجري فيه دبي قبضه دا النيابة يعني كارش خو نائب كي بقرأ مرتهن أبيكو رهيني الباو قبول دكا ها دي كارا يكي ربيجة ببي هارا تشو نم دا قبول دبي ها وتجري فيه النيابة كالعقدي وكو عقد يكشبن من قبول دكا ولكن لا يستنيب رهينا يكارا جبال مرفا او كان نكاح ايش قبولك هلين او شكا قولي يعني مثلا ابي تقيقي تمام جنا جنا نا جنا مير 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 انا جن ملا ما تمكتير خبيرا نكاح مثلا كرو
او جنا جنبي نالو لم يعرف لا اجنبي يا قيل يا تشكي دقي انا دقيقي تو تدهي تزوجي تكينش هون مسا او يا حكي بدا تجي دقيقي دقيقي او بابي كاتشكي تجي كي رضي هارا بابي كاتشكي فلان كاتش جبال مفا قبول كاتبه جبشتين يا بعد اوكي نافا نو نكاي دتبه اوش دي ميكي بازاره والله ما تقول خينا وزنا يعني شبر بيركي با مثلا بابي بتديه مالات كي وكيلي وفلان اما ابي ابي لو كجي مثلا وكيل دي كارش بري با كولي مالات ابنوكي الا صبيه ايه ميرو ايه ميرو هركس اود تشصب نيكو عبقا كولت ابنكي بدي انا از يانش ديفيجن قي از اونم جو عالي مير با وكيل كيش خورا بگيره به جهره هر فلان کس من معرب كه او صد به ها عالي قيزه ده بعد ده عالي قيزه لو كده مش معنا تمام بله زون و تجد في اني بده كلام لكن لا يستنيب الراهن لا يستنيب الراهن يعني الراهن نكره يكي يا مرتن برای شما کسی که یکی دو وکیلی خورد اما راهنی نکاره یکو راهن دایی که به توکیلی مرش مرقم بکرد تمام او راهن زده اما به توکیلی مرش مرقم بکرد بکرد شما ایجا تو ویجی مثلا بی حیوانا من به هم قابض به هم بخورد ها ها ایجا تبرده یعنی مثلا ج مرتهن ج راهنی راد بی ج بری مبا تو قبول بکرد مرتهن جراهن رادبه تجبر با قبول که او نابا لكن لا يستنيب الراهن ناب نائب وي راهب يعني راهب نائب مستنيب لا يستنيب ناك نائب خو راهن راهن ناك تمام يعني مرتهن راهن ناك تمام يعني هم بيعيد اجد درباس بو تدي ما بو يعني هم قابض وهم مقبوض ناب دولي را دولي رادبه يعني اولي دبه شمالي أن الواحد لا يتولى طرفي القبض يك مربكي هذا الطرف القبض نابه ولا عبده عبد الراهن جنابه عبد الراهن ذكر عبد الراهن يشتكي شكي أو جي بجاك شوية شما لأن يده أو كيد يده أو جي بكا أو ويصدق بالمأزون له والمدبر شامل سويشته يعني عبد كو إذن ويا تجارة داية عبد الراهن والمدبر أبيك إجاب والمدبر والمدبر يعني أبيك بهرة أنلاش ما كرنا قوتنا مين طيب طيب أزر أعظم ومستو أم الولدي أم الولدي أو جنابة بني مني أنا دسي وان دسي أبعاد وفي المأزون له وجه أبيك إذن تجارة عبدك إذن تجارة بدأ جهاتي دانجيرا وعبد مراهنية ومرتهن يتيك وكيل يقول وجهك هاد بذبة ها أنه يسوع استنابته استنابته كذا نائب مرتهن وطنة ذبة شما لإنفراده باليد والتصرف جواء من فرده بدست إخويا وكرة تصرفاتية بك أو وكا غير ولي سيده بلي ودفيعا أبي جاتي تفكرن بأن السيدة متمكن من الحجر عليه كارا عمركو بدا سيدة أو إذا تجارت هذا داني جرى كهربة ولي ببال نائب مرتهني شما نائب؟ هل عن يسون ولي بجا إذا تجارت هذا روتا أمرا يعني أو كارا أو بدا سيدة عمركو بدا سيدة ويستنيب مكاتبه ويستنيب مكاتبه يعني اب راه مرتهن كارته نائب خو عبد مكاتب جبونه مرتهن عبد مكاتب مرتهن عبد مكاتب راهنه ني مرتهن اي راهنه شمال استقلال بيد وتصرف كالاجنبي او وكي يكي خريب اجنبي للتصرف ودست قضاء بالسري خويا وصفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق يعني زمان درس تخليه بزمان أين عبد الوراني كتعال شوات النخلي نعم أبي منقول عفوا أزولان أي منقول قال نقل بنا وأبي غير منقول جي تخليه بنا
قبضه وبينه وين امكانات تصرفاتي هذه لا طبعا عينو خبر سيدنا بله ويستنيب مكاتبه في البيع في البيع نفسه كما سبق في البيع في باب المبيع قبل القبض اما قلت بو بري قبضي قال وانشتا وانشتا تشمن يا قال نقلبه يا اشتغليها بله ولو رهن نوصى ولو رهن وديعة عند مودعين عند مودعين أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمضي زمن إمكان قبضه بل أقر رهينك ولو رهن وديعة يعني أمانتك البال هي ويد أمانتي دبر رهينة ولا ضاطينة وديعة عند مودع شو عند مودع يعني أمانة لبا أمانة شكية مودع أزيال دمتة أري من داتها أزبو مودع تجيبو مودع أري مودع تجي وديعي قبول تمام هذا إيجا أز نكارم لو رهن وديعة عند مودع إيكو وديعة كل بالي تمام امانات من باطية وملي كاني شيء ملي داني جمدة وديعة من أمان شيء رهن دولار أو مغصوبا عند غاصب سب سب ياتشي نبو أنا ديني تلمنا نفسا ديني تلمنا أزقر الرهينة كيف أنت إيجي أزرادهم شواتكم دينينا أمانات من جمتية تمام مودعي أز مودع تمام أجل ولو رهن وديعة بكل رهينة جمتة هو مالك أمانة جمتة ميكا رهينة ها يعني هم بل بأمانتي بامو بل بأمانتي بو إيجي أنا مكر رهينة ويا من أول صفاتي بدي أشكر جع أمانتي من كل رهينة ويا تمال من غصب كليه تمام أبي مال منكم مغصوب على جمته ها أبي أبكم الرهينة أبكم رهينة جمته تمام رهينة لم يلزم هذا الرهن ما لم يمضي الزمن إن كان قبله زمن إن كان قبله مرة يعني مثلا أبي مال الجمته هو يقدك هو ابنه هو يقدك وش خد القبضة ويده يعني دمك بوي مربي غاصب يا بي مربي مودع وين هو الطلب وين السلام عليكم شلونك كيف خليك